طبعا حصولي على بعثة الدكتوراه للولايات المتحدة الأمريكية كان نتيجة تعاون علمي قائم مع دكتور مات فريدمان في الجامعة هناك لمدة حوالي 6 سنين. يمكن أسفر عنه البحث الأخير بتاعنا اللي اتنشر في مجلة الجيولوجي. التعاون العلمي والشراكات العلمية وانت يكون ليك احتكاك بخبراء في المجال بتاعك خطوة مهمة جدا جدا لشباب الباحثين الصغيرين اللي زيي علشان تطور مهاراتهم وتنمي مداركهم وتخليهم اكتر اطلاعا دايما بالجديد في العلم. شباب الباحثين اللي انا واحدة منهم، اهم حاجة لازم يكون عندك استعداد ان انت تدور على المعلومة. لازم اولا تشتغل في مجال انت بتحبه، مش هتعرف تبدع الا اذا كنت بتشتغل في حاجة انت بتحبها. فاختار المجال اللي انت بتحبه من الاول وتخصص فيه، اقرأ فيه كتير جدا، دايما يكون عندك دافع ان انت تسأل، مفيش حرج في السؤال، كلنا بنتعلم. دايما اسعى ان انت تكبر وتتعاون مع ناس في تخصصك من جميع انحاء العالم علشان توسع مداركك وتوسع افاقك البحثية. بدايتي مع البحث العلمي وانا مدرس مساعد قبل السفر، بدأت مع الزملاء هنا في القسم واساتذتنا، نشرت الحمد لله 16 بحث في مجلات مفهرسة، وبعد كده المحطة الثانية كانت السفر للإشراف المشترك لرسالة الدكتوراه. ربنا وفقني في أحد المراكز الرائدة في الدنمارك، وكان من ضمن الأبحاث اللي كنا بنعملها الأبحاث على قاعدة البيانات الوطنية للأمراض المزمنة والأورام. الجامعة في الفترة الأخيرة دي خدت خطوات إيجابية طبعا مبشرة بأنها بدأت تمول المشاريع البحثية، وطبعا حوافز النشر دي حاجة كويسة جدا. في عيد العلم بنحب نهنئ جميع الباحثين اللي حصلوا على الجوائز الفترة اللي فاتت دي. طبعا بنهنئ الجامعة وهم فخر الجامعة في بسبب أعمالهم وإنجازاتهم وإن هم حصلوا على جوائز الجامعة أو جوائز الدولة. والرسالة للباحثين الشباب، نحب نقول لهم إن هم يجتهدوا وإن هم ما بلاش النبرة الانهزامية قبل ما يبدأوا، إن هم يسعوا وإن شاء الله ربنا يوفقهم في اللي جاي. أنا طبعا حصلت على الدكتوراه عن طريق إشراف مشترك بين جامعة المنصورة وجامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية. أهم حاجة بقى في اللي أنا عايزة أقوله لشباب الباحثين إن تركز قوي في الشغل بتاعك على حاجات فعلا تحل مشاكل في المجتمع. الجامعة بدأت تساعد شباب الباحثين بطرق مختلفة. أولا في المشروعات التنافسية، ده أي حد ممكن يقدر يقدم عليها، دي بتدي فند معقول الناس تقدر تشتغل بيها وتجيب أجهزة. كمان في مكاتب اللي هو زي مكتب التايكو، أنت لو قدمت مشروع سواء للإس تي دي إف أو لجهة أخرى يقدر إن هو يساعدك بالمعلومات أو بأي طريقة بحيث إن أنت يسهل عليك البروجريس إن أنت تقدر تقدم مشروع، لان الناس بتبقى متخوفه من موضوع المشاريع دي في اول مره. فانا اقدر اقول ان يعني اهم حاجه ان انت ما تيأسش. الياس هو ده طريق، يعني زي ما بيقولوا طريق الفشل. لا، انا حاول مره واثنين وثلاثه، خصوصا مع الفاسيلتيز الكتيره اللي بقت موجوده في جامعه المنصوره مؤخرا لشباب الباحثين. حصل على الدكتوراه من الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندريه، وحصل على مهمه علميه لدوله اليابان لمده عام ونصف بعد الدكتوراه. مقتنع تماما بان البحث العلمي يساهم في حل كثير من المشاكل المجتمعيه اللي بتواجه البلد، ولذلك فان اهتمامات البحثيه تتمركز في تحسين اداء الخلايا الشمسيه مركزه الاشعه الشمسي، وكذلك توفير الطاقه في المنازل المعروفه باسم زيرو انرجي بيلدينج. في عيد العلم 12 بجامعه المنصوره نهنئ جامعتنا العريقه وادارتها وباحثيها وكل منتسبيها، ونثني على الاهتمام بالباحثين الشباب واتاحه الفرصه لهم للتعبير عن أنفسهم. ازرع ولا تنتظر الحصاد، ازرع ولا يهمك من سيحصد، وتتأكد بأنك حصدت ما زرعه الآخرون. حصلت على درجة الدكتوراه في جامعة كيوتو في اليابان، قسم الطاقة وكيمياء الهيدروكربون من كلية الهندسة. ومع رجوع الأرض الوطن كان لي هدف رئيسي إن أنا أكون مجموعة بحثية تهتم بإنتاج الطاقة من مصادر متجددة وبديلة. حصلت على مشروعين بحثيين وهم يعتبروا أكبر المشاريع التنافسية اللي بتقدمها هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتزامن الكلام ده هو مع رؤية مصر 2030 خاصة في مجال إنتاج الطاقة. بأمل من الباحثين كلهم إن اللي وراه هدف وراه حلم يسعى وراه وهيلتقي إن شاء الله. يعني مجرد إن هو فكر وبدأ يحط الكلام ده في خريطة على أرض الواقع وبدأ يمشي خطوات،
هياخد ان شاء الله وهيلتقي وهيكون حاجه وهيعمل حاجه كويسه هيفتخر بيها مستقبلا. حصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعه المنصوره في سنه 2016، واهتماماتي البحثيه في موضوع اوسيليشن ثيوري اوف جري ديفرنشال ايكويشنز. في خلال الفتره اللي فاتت من خلال الجروب البحثي اللي بشتغل معاه قدرنا بفضل الله ننشر في اخر سنتين 50 بيبر في مجلات ابروفد بيبرز في انترناشونال جورنالز اي اس اي، اللي هي باحثين في سنه 2019 كانوا في التوب 1% جورنال. الجامعه ما بتتاخرش عن اي حاجه في اي وقت، بس كل شاب محتاج ان هو يحط لنفسه هدف كويس ويختار مرشد كويس ويختار قدوة كويسة، عشان إن شاء الله ربنا يقدر يكرمه ويقدر يوصل للأهداف اللي هو نفسه يحققها.